اظبط النور بس آخر محاضرة بقى إن شاء الله على الـ على الريست جوينت، و اتبقى لنا في المسك السكليتال، اتبقى لنا الأنكل والهيب والسوفت تيشو تيومرز والكويز كيسز والحاجات اللي زي كده. دولت غالبا إن شاء الله، يعني أنا ما أعتقدش إن إحنا نخلصهم في يوم، لأن هما هيحتاجوا يوم وحتة، وبعد كده إن شاء الله نبتدي في الهيدن بنك نمشي شوية فيه، وبعدين نكمله بقى في مرة تالتة، لأن الموضوع يعني متنفش كده مرة واحدة بقى صعب. بس ما علينا، يعني الله المستعان. احنا بنعمل evaluation للريست عشان نفس المشاكل اللي هي البين، تروما، سويلنج، انفلاميشن او تيومر. بنستخدم سيرفيس كويل، يعني one joint at a time، و بنعمل بنستخدم الاجهزه تقريبا معظمها زي الاوبن والكلوز والاكستريميتي كويس في الحته ديت. الديناميك ملوش في المنطقه ديت قوي. والبروتوكول مهم جدا ان يكون الفيلد اوف فيو صغير عشان اقدر اشوف الاناتومي والباثولوجي كويس. المفروض ان احنا نعمل اكزيال وساجيتال وكورونال. المفروض ان احنا نكتر من الاكزيال والكورونال، لان الكورونال بنشوف فيه حاجات زي ما اقول لكم بعد كده، والاكزيال. اما الساجيتال فبنعمل ساجيتال واحد بس، وغالبا بيكون تي 2 او جريدينت، وغالبا بيكون معمول مخصوص عشان خاطر الباثولوجي اللي موجود في الفالنجيز. عشان نعمل ام ار اي اوف ذا ريست بنعمل اكزيال، والاكزيال ده هو بيبقى نفترض ان هو عامل زي الكوره، او بيبقى ليه انتيرير اسبكت وبوستيرير اسبكت، وعلى حسب الخط دوت ما هو مايل. انا بميل الاكسيال الكورونال سيكشنز بتاعتي، وباخد عمود عليه عشان اعمل الساجيتال ايمجز. وبالتالي فانا مرتبط بوضع ايد العيان، هي كانت فعلا فلات كويس على الترابيزه ولا ملويه شويه ولا حاجه. وفي بعض الاحيان if you are interested in a single bone ممكن تنشن على البون ديت زي ما انت عارف في الاسكافويد بالذات، وتاخد عليها هي مقاطع، فتطلع ريزوليوشن كويس قوي، وتطرد بيه كل الهواجس والشياطين. التي 1 البون مارو بيبقى ابيض، التي 2 بيبقى مسود شويه، الجريدينت مسود اكتر، والستير مسود خالص. الحاجات اللي بتبقى سودة في التي 1 والتي 2 هو الكورتكس اوف ذا بون، ماتيور فايبرس تيشو، والكالسيفيكيشن، وبنحط عليهم الترينجولار فايبرو كارتليج. الحاجات اللي سودة في التي 1 وبيضة في التي 2 هي الميه، زي الميه الجانجلين سيست دوت. الحاجات اللي سودة الابيض في التي 1 واسود في التي 2 هو الفات، والفات موجود في البون مارو وسبكوتينيوس وخلافه. احنا عندنا في الخريطة الني والشولدر زي بعض، والانكل والالبو زي بعض، والريست والهيب زي بعض. اللي كل اتنين من دولت ليهم خريطة مختلفة عن التاني. ف الريست مع الهيب هما الاتنين بيتعملوا بالباثولوجي، والانكل والالبو بالاتجاهات قدام ورا يمين شمال، والني والشولدر بالاناتومي، في منسكس في كده بس. ادي كل السر القنبله الذريه. طيب الباثولوجي اللي هنا اللي هو طبعا هنجيب سيره شويه كلام خفيف على الاناتومي، عاوزين نشوف الليجمنتس انجريز و triangular fibrocartilage والcarpal tunnel syndrome والfractures والulnar variants والimpaction blue الكلام ده.
احنا عارفين ان الريست عبارة عن 3 جوينتس اللي هو ده راديو كاربال والانتر كاربال والكاربو ميتاكاربال، وفي جوينت ما بين الديستال راديوس والالنا اسمه ذا ديستال راديو ارنر جوينت، وفي حفرة على الراديوس من الجنب كده اسمها السيجمويد نوتش علشان الالنا ارتكليت معاها في الحتة دي. وعلاقة الألنا بالريديوس بتتحدد على حسب وضع إيد المريض في الكويل، فلو أنت حطيتها سوباين هيبقى شكل برون سوباينيشن أو برونيشن، أو حطيتها على سيفة كده اسمه نيوترال بوزيشن. النيوترال بوزيشن هو اللي هيطلع الألنا قصاد الريديوس على طول، لكن لو عملت اي واحد من الاثنين التانيين هتلاقي ده النيوترال بوزيشن اللي هو الريست على سيف، وده في السوباينيشن الالنا بترجع لورا كده شويه، في البرونيشن بتروح ناحيه الظهر اللي ناحيه الدورسال اسبكت اوف ده او ذا هاند. الحكايه دي بس علشان تتحفظ قوي في موضوع السبلكسيشن والديسلوكيشن بتاع الديستال راديو ارنر جوينت. طبعا مش هنستفيد بقى في الاسامي بتاعت الكاربال بونز وكده، لكن الطريقه المعتاده اللي انا بفتكر بيها الكاربال بونز، انا عارف ان دوت السكافويد اشهر عظميه في الريست اللي جنبها اليونيت على طول، واللي بعدها التراكيترم، ده سكافويد ليونيت تراكيترم وراكب عليهم طبعا البيزي فون، والتراكيترم اخرها يو ام، واول واحده تبتدي بيها عند السكافويد في الصف الثاني اخرها يو ام اللي هي الترابيزيوم، وبعدين اختها اللي هي الترابيزويد، وبعدين الكابيتيت والهاميت. الهاميت اخر واحده اللي فيها العين اللي احنا قلنا عليها بتاعت لما الهوك اوف هاميت تتكسر الاي اوف هاميت تختفي، ده اللي قلناه عليه في الفيرست. فاحنا عندنا في الـ في الـ في الصف الاولاني عندنا السكافويد واليونيت والتراكيتر. ما بين الاسكافويد واليونيت ليجمنت قوي جدا اسمه سكافوليونيت ليجمنت، وما بين اليونيت والتراكيتر ليجمنت ضعيف جدا اسمه لونو تراكيتر ليجمنت. دوت في منتهى القوة ودوت في منتهى الضعف اب تو انه ممكن ما يكونش موجود اصلا خالص في عند المريض. الاسكافوليونيت ليجمنت عبارة عن بيراميد، يعني هرم كده هوت حاشر نفسه ما بين او ماسك الاثنين دولت مع بعض، وفي هو لوحده ليه تقسيمه طويله عريضه من الانجريز ان هو يكون اسود كده ده الطبيعي، او يكون فيه نقطه، او يكون فيه قطشه، او يكون من تحت، او يكون مشقوق من النص، بس انت كبر دماغك. هو اللي غالبا اللي احنا بنشوفه اللي هو تايب 5 ده اللي هو مشقوق من النص. And this is injury او rupture of the scapholinate ligament، ومشقوق كده زي ما انت شايف، وهنا اللونو تراكيترال اصلا مش موجود، فهو بظروفه يعني ممكن يكون موجود ممكن ما يكونش موجود. السكافوليونيت ليجمنت بيتشخص الانجرز بتاعته من الاكس راي، انك انت لما تلاقي السكافويد بعيد عن الليونيت فتعرف ان اللي كان ماسكهم هنا مش موجود، يبقى بيقولوا على الحته ديت اسمها widening of the scapholinate interval، فالمسافة ما بين الاثنين واسعة يبقى السكافوليونيت ليجمنت مقطوع زي ما انت شايف كده. And this is scapholinate interval wide جدا، والسكافوليونيت ليجمنت نفسه شخصيا مش موجود. والناس بتقول ان السكافوليونيت مسكته في السكافويد اضعف من مسكته في اليونيت، فلو كان هيتقطع من على جنب يتقطع من عند السكافويد ويفضل ماسك كده في اليونيت زي ما انت شايف. وكل الانجريز ديت بتاعت السكافوليونيت اصلا بتبقى في الغالب محتاجه ارثروجرافي علشان تشوفها كويس. تيجي بقى للتندونز اللي موجوده في الريست، ودولت همبليصه لا باس بيها يعني، لكن الموضوع سهل ان شاء الله. احنا عندنا في الصف الثاني بتاع العظم عندنا ترابيزيوم ترابيزويد وبعدين كابيتيت وبعدين هاميت، والهاميت عندها هوك مشهورة بيه، والترابيزيوم عندها نتوء كده مشهورة بيه. ما بين الاتنين دولت بيمتد الفليكسور ريتيناكيولم اللي هي بتقفل الكاربال تانل. الكاربال تانل فيه زي ما انت شايف كده عدد لا بأس بيه من التندونز. هؤلاء التندونز هم الفليكسور ديجيتورم
سوبرفيشياليس وبروفاندس 8، وواحد بتاع الصباع الكبير اسمه فليكسور هالوسس لونجس، وهقول لك هتعرفهم ازاي. زائد الميديان نيرف اللي هو ده الوحيد اللي مش اسود فيهم، هو الميديان نيرف الموجود في الكاربال تانل. فانت دلوقتي لما تيجي تبص على الريست ناحيه الفولر اسبكت، هنا هو عندنا الفليكسورز كلهم، ومن هنا عندنا الاكستنسورز كلهم. فانت الاول تمسك الكاربال تانل اللي هو محدود بالفليكسور ريتيناكل، وبعدين تشوف فين الميديان نيرف خلاص اللي هو اللي مش اسود فيه، والتندون اللي فوقيه مباشره هو ده بتاع الصباع الكبير اسمه فليكسور بولسس لونجس، والباقي كله بقى بروفاندس وسوبرفيشيالس، مش مطلوب منك تعرف ده من ده. يبقى الاول حاجه تشوف الميديان نيرف، وبعدين تطلع فوقيه تلاقي الفليكسور بولسس لونجس، وبعدين الباقيين دولت فليكسور ديجيتورم بروفاندس اند سوبرفيشيالس. لما تيجي خارج الكاربال تانل هتلاقي مصل متحرفه قوي على ناحيه الالنا اسمها فليكسور كارباي النارس، ومصل متحرفه قوي ناحيه الريدياس اسمها فليكسور كارباي ريديالس. بس كده يبقى في هنا هامباليسه اللي هما الديجيتورم والسوبرفيشياليس، وفي هنا اهوت فليكسور كارباي ريدياليس، وفي هنا اهوت فليكسور كارباي النارس. يبقى زي ما انت شفت كده، ادي الترابيزيوم وادي الهاميت، وده التوبركل اوف ترابيزيوم، ودوت الهوك اوف هاميت. كل واحده بتبتدي بالحرف اللي اسمها بيه، توبركل اوف ذا ترابيزيوم وهوك اوف هاميت، وبعدين ما بينهم خط اسمه ذا فليكسور ريتيناكل، وجواه كور سودا ما عدا واحد بس اللي هو رمادي، ده الميديان نيرف. المصل اللي فوقيه على طول او التندون دوت هو بتاع الصباع الكبير اسمه فليكسور بولسس لونجس تندون، والباقي كله سوبرفيشياليس اند بروفانس، وده هو الايه الفليكسور ريتيناكل. تعالى بقى على الدورسم اوف ذا هاند، كل واحد من دولت عنده الاكستنسور بتاعه. يعني مثلا فليكسور كارباي ريدياليس عنده فليكسور كارباي النارس، قصدي اكستنسور كارباي ريدياليس النارس النارس وهكذا. بس عندنا بقى عشان الاكستنسورز اكتر شويه من الفليكسورز فهنجر خط كده. الخط دوت فايدته انك تفصل الاثنين تندنز دولت من الحسابات مؤقتا خلاص. وبعدين تيجي بقى العضمية ديت اللي بتحسها على ظهر ايدك اسمها ليستر توبركل، ليستر توبركل. الليستر توبركل ده هو اللي بيفصل التندونز من بعضها. فاحنا قلنا ان التندون دوت اسمه ايه؟ فليكسور كارباي النارس. ده هوت فليكسور كارباي اكستنسور كارباي النارس اللي هو موجود في الحفرة بتاعت الالنا دوت خلاص. وبعدين قلنا الجماعة دولت اسمهم فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس وبروفاندس. الكرومبال دولت كده هوت اسمهم اكستنسور ديجيتورم، حلو قوي. واللي جنبهم ده اسمه اكستنسور ديجيتي مينيمي، يعني تبعهم، يعني اكستنسور ديجيتي مينيمي يبقى تبعهم. باقي مين هنا هوت؟ باقي عندنا الفليكسور كارباي ريدياليس والفليكسور اللي هو بولسس لونجس، صح كده؟ الفليكسور بولسس لونجس بعد الليستر توبركل هتلاقي الاكستنسور بولسس لونجس خلاص تمام. طيب تيجي بقى الفليكسور كارباي ريدياليس، الاكستنسورز بتوعه اتنين، اكستنسور كارباي ريدياليس لونجس اند بريفس، حلو قوي. بس لحد كده بقى اخرج عند الايه، عند الحته اللي ورا الخط. اللي ورا الخط دول بتوع الصباع الكبير، الصباع الكبير عنده مجموعه ماسلز كتيره جدا بتشتغل عليه. فاحنا قلنا هنا في اكستنسور في فليكسور يبقى في اكستنسور، صح كده؟ وبعدين في بريفس كمان، اكستنسور بولسس بريفس وابدكتور بولسس، معايا؟ يبقى الصباع الكبير عنده اكستنسور لونجس وبريفس، وعنده كمان ابدكتور بولسس لونجس بغض النظر.
انت افرض انت يعني في الاول كده وبتاع، بتفتح الانترنت او تفتح الكتاب، حط جنبك كتاب الاناتومي وبنفر كده شوف التندون دوت اسمه ايه، لحد لما تحفظهم وخلاص وتنطلق، بعد كده تبقى الموضوع سهل. نيجي بقى للتراينجولار فايبروكارتليج، اسمه تراينجولار عشان هو مثلث، والابكس بتاعته ماسكه في الستايلويد بروسيس بتاع الالنا، والبيز ماسك في الراديوس، وهو المكان بتاعه هنا بالظبط، ووظيفته ان يخلي الارتيكولار سيرفيس بتاع الراديوس يعني يعادل الارتيكولار سيرفيس بتاع الالنا، عشان الالنا بتبقى شويه منخفضه لورا كده حبتين. فهذا هو الترانجولار فايبروكارتليج اللي هو بيبقى مثلث في الاكسيال، يعني ما تبص عليه في الاكسيال تلاقي الالنر ستالويد بروسيس وتلاقي مثلث اسود كده، هو دوت الترانجولار فايبروكارتليج. لكن هو بيتشاف كويس جدا في الكورونال، وموست اوف ذا ايفالويشن بتتم في الكورونال، وبيتشاف في السجيتال، انك انت بتبص فوق القرن على طول تلاقي حاجه عامله زي الفطيره كده، هو دوت الترانجولار فايبروكارتليج. من المعلومات المهمه في الترانجولار فايبروكارتليج ان هو لما بيمسك في الستايلويد بروسيس بيمسك برجلتين، يعني بيبقى عنده فاسيكل كده وفاسيكل كده، وده معناته ان ما بين الفاسيكلز في ابنورمال سيجنال، اند ذس از نوت تير ونوت ديجنريشن ونوت اي حاجه، دوت از نورمال نورمال فاريشن نورمال فايندنج في الترانجولار فايبرو كارتج. الحاجه الثانيه ان الترانجولار فايبرو كارتج لما يمسك في الراديوس، في بعض الاحيان الراديال ارتيكولار كارتج بيسرح تحتيه، وده الكارتج السيجنال بتاعته سيميلر تو ذا كارتج، اند ذس از اولسو نورمال فايندنج بتاعت الترانجولار فايبرو كارتج. And this is the fascicles of triangular fibrocartilage اللي ماسك بيهم في ال ulnar styloid process، وده ال triangular fibrocartilage شخصيا، وده ال articular cartilage بتاع ال radius اللي هو سارح تحت منه. أما من إمتى بقى تقول إن ال triangular fibrocartilage دوت مقطوع؟ عندنا نوعين من ال قطع. traumatic tear بيأفكت الراديال اسبكت اوف ذا ترانجولار فايبروكارتج، يعني ناحيه الراديوس يبقى دوت تروماتيك ره وره. ديجنريتيف تير اللي هو ناحيه الالنر اسبكت ودوت في نون ونون. خلاص؟ طيب. اذا انت عندك هنا هوت راديال تير علشان الحته بتاعت الستايلويد بروسيس شبك في مكانه، وهنا هوت مفيش اتاتشمنت تو ذا راديوس. يبقى دوت افالشن او تروماتيك تير او قول زي ما انت عاوز للترانجولار فايبرو كارتريج. لما يتقطع الترانجولار فايبرو كارتريج يخلي الميه اللي هنا تشر هنا، اللي هي الميه اللي في الراديو كاربال جوينت تنزل ما بين الراديو ارنر جوينت، او الصبغه اللي انت لو كنت عامل ارثروجرافي تنزل كده، والسهم ده بيشاور لك ان الاسكافويد اتاتشمنت بتاع الاسكافول يونيت ليجمنت كمان اتقطع. طيب. And this is radial tear. And you see this is the triangular fibrocartilage والحته ده هي الديفكتيف من عنده زي ما انت شايف كده، ما وصلتش لحد التي. فانت ما تشخصش triangular fibrocartilage tear او degeneration الا لما تكون شايفه يعني يخرم العين. اما بقيه الحاجات التانيه بتكون غالبا تهيؤات. فانت هنا اهوت في ثقب اهو في الترانج، واضح جدا ان في ثقب هنا اهوت في الترانج فايبر كارتج، والصبغه اللي هنا شرت هنا اهوت، اند ذس از سنترال تير، سنترال تير وذين ذا ترانج فايبر كارتج. في بعض الاحيان وديت مش احيان كتيره، لما بيكون السجيتال حلو فبتبص عليه فتلاقي الترانج فايبر كارتج كده ممتاز، او يكون مقطوع زي دوت كده والصبغه شرت لتحت مثلا يعني. لكن يوجوالي او في على الاقل في الحاجات اللي انا بشوفها يعني هم بالحقيقه، يعني في صور مثلا بتجيلي من بره عشان تقراها بتبقى الصور مبهجه جدا، حاجه يعني فعلا فعلا جميله جدا. بتجي لك بقى صور من هنا اهوت ما تعرفش ايه اللي فيها، بس اهو يعني حبه كده وحبه كده. المهم، and this is injury of the radial aspect of the triangular fibrocartilage، وتلاقي الصبغه شرت، ودوت برضو نفس الحكايه
there is injury of the triangular fibrocartilage and the fluid signal in the distal radioulnar joint. وهنا هوت focal tear of the ulnar aspect of the triangular fibrocartilage. الحتة دي كلها مش واصلة لحد هنا. والفاسيكلز ما هياش باينة قوي زي ما احنا ورينا. And you say that this is ulnar rupture of the triangular fibrocartilage. دي بعد كده الحاجة اسمها ulnar variance اللي هو ان المفروض ان السيرفيس الارتيكولار سيرفيس اوف ذا ريديوس يكون على نفس المستوى بتاع الارتيكولار سيرفيس اوف ذا ulna. لو حصل ان الالنا رجعت لورا اسمه نيجاتيف فارينس، لو الالنا طلعت لقدام اسمه بوزيتيف فارينس. وطبعا نيجاتيف او بوزيتيف فارينس المزنوق هنا في الحته دي هو التريانجولار فايبروكارتريج هيبقى لازم هتجرى له حاجه، هيبقى متضايق بصوره او باخرى. فلما تبص كده this is negative ulnar variance والألنا راجعة لورا والترانجلال فايبروكارتج رمادي، يعني في degenerative changes، هو تخين جدا وفي نفس الوقت في degenerative changes. فمثلا هنا الألنا فط لقدام قوي positive ulnar variance، فالترانجلال فايبروكارتج اتمطى مطة جبارة جدا علشان يلحق المكان بتاعه، بس هو مازال سليم. كمان هنا في الالنر فارينس هنا هو بوزيتيف، لما الالنا تطلع لقدام الترايجرال فايبروكارتريج هنا هو بيتزنق، وكمان الالنا بتخبط في اليونيت. لو حصل كده بيسموا الحكايه ديت الالنر امباكشن سيندروم. الالنر امباكشن سيندروم بيكون في بوزيتيف الالنر فارينس، بيكون في انجريز اوف ذا ترايجرال فايبروكارتريج، بيكون في degenerative changes in the lunate bone. التلاتة بيكونوا موجودين مع بعض. فلما تبص كده هتلاقي الألنا طالعة لقدام، triangular fibrocartilage مقطوع، والليونيت بون فيها بون مارو إديم. يبقى دوت اسمه ulnar impaction syndrome. نفس الحكاية هنا. أنت مثلا لو بصيت هنا كده تحس إن الألنا راجعة لورا، مش طالعة لقدام. في حين ان الترانجلر فايبروكارتريج مقطوع والليونيت فيها ابنورمال سيجنال اسمه برضه كده ulnar impaction syndrome، بالرغم انك انت ما انتش شايف ان الالنا بوزيتيف فاريز. يبقى الانجريز ترانجلر فايبروكارتريج، ليونيت كارتريج ديجنريشن، ليونيت بون مارو تشينجز. طبعا لونو تريكيترال دوت هو وظروفه، يعني اتقطع مش موجود براحته، and some sort of instability of the wrist joint. And this is ulnar impaction syndrome. And you see the small defect in the triangular fibrocartilage, وبعدين bone marrow changes with sclerosis و pseudocystic changes in the lunate bone. نيجي بقى للcarpal tunnel. الcarpal tunnel syndrome معناته ان الميديان نيرف اللي موجود في الcarpal tunnel متضايق. واللي هيضايق الميديان نيرف اي حاجه جوه التانل او اي حاجه بره التانل. علامات ان الميديان نيرف متضايق ثلاث حاجات. نمره واحد ان يكون فلاتند او يكون سوولن او يكون اوف ابنورمال سيجنال. الميديان نيرف اصلا رمادي زي ما احنا شفناه، لو اتبطط او تخن وفي كلا الحالتين اللون بتاعه اتغير او ما اتغيرش فدوت اسمه كاربال تانل سيندروم. الاسباب بتاعه الكاربال تانل بالهبل، فدولت المانيفيستيشنز اللي هو نيرف سويلنج، نيرف فلاتنينج، انكريس سيجنال، وكمان بوينج اوف ذا فليكسور ريتيناكيولم. في بعض الاحيان الفليكسور ريتيناكيولم بتبقى زي خط مستقيم او في كيرف حنين كده، لما يبقى كيرف كبير كده معناها ان البريشر جوه الكاربال تانل عالي. And this is the median nerve of abnormal signal. ودولت الاسباب بتاعه الكاربال تانل. Idiopathic اشهر حاجه على الاطلاق، تينوساينوفيتس بتاعه التندونز دولت، فراكشرز بالذات بتاع الهوك اوف اهميت، انفلاميشن زي الجوت والروماتويد بلولولو، وبعدين تيومرز جوه الكاربال تانل، وبعدين جانجليون سيست وهيمنجيوما، وانكريز اوف ذا تانل في الاكروميجالي وفي الهايبوبارا في الهايبوثايرويديزم والدايابيتس والسيستميك لوبس. And this is the median nerve which is flattened and of abnormal signal. And this is a good example of carpal tunnel syndrome. You see the median nerve is swollen
and its signal is elevated معناها ان في كاربال تانل سيندروم. العلاج بتاعه ان بالمنظار تقطع الفريكس الريتيناكيلم فتعمل ريليز للكونتنتس بتاعه الكاربال تانل فالميديان نيرف يرجع ما يكونش متضايق في الحته دي. And this is an example of fracture of the hook of hamate ومعاه كاربال تانل سيندروم والميديان نيرف فلاتند وفي انكريس سيجنال. وشفنا طبعا المثال ده لما اتكلمنا على الفراكشرز اوف ذا ابر ليم وقلنا العلامه بتاعه الهوك اوف هاميت ان العين بتاعته بتختفي. عندنا تيومر مشهور جدا في الميديان نيرف هنتكلم عليه في السوفت تيشو تيومرز اسمه فايبرو لايبوماتس هامرتوما اوف ذا ميديان نيرف او فايبرو لايبوما اوف ذا ميديان نيرف. الميديان نيرف يعني زي ما انت شايف كده الحجم الطبيعي في الحدود ديت ساعات بيتضخم جدا جدا لوجود فايبرز اند فاتي تيشو في النيرف نفسه. فلما النيرف يبقى اضعاف اضعاف حجمه بيتزنق جوه الكاربال تانل ويحصل كاربال تانل سيندروم. والحكايه ديت موجوده في الكلينيكال براكتس وبتتشاف يعني ما هياش اكستريم رير ولا حاجه انك تلاقي الميديان نيرف بقى تضخم كده وبقى منقرش. النقرشه السوداء هي الفايبرز بتاعت الميديان نيرف الطبيعيه والباقي كله عباره عن فاتي تيشو انفلتريتنج ذا ميديان نيرف. بيشبهوها بالسباكيتي في الليترتشر بيقول لك سباكيتي لايك مش عارف ايه اللي هو الميديان نيرف بقى ضخم جدا ومخطط كده اهوت بالطول زي ما انت شايف. This is fibrolipomatous hamartoma of the median nerve one of the causes of carpal tunnel syndrome. افرض طلع جوه الكاربال تانل لايبوما هتعمل كاربال تانل سيندروم. افرض طلع تينوساينوفيتس اوف ذا فليكسور تندنز هيعمل كاربال تانل سيندروم. افرض العيان عنده روماتويد ارثرايتس هيعمل ساينوفيتس وساينوفيال ثيكنينج ساينوفيال انهانسمنت يبقى هيعمل برضو كاربال تانل سيندروم. طبعا التينو ساينوفيتس من الحاجات المشهوره جدا حوالين الريست في كل حته منها على الدورسال اسبكت وعلى الفولر اسبكت وناحيه الفليكسور بولسس دونجس وبريفس وكده. وعلامه التينو ساينوفيتس انك تلاقي التندن سراوندد باي فلويد سيجنال اسود في التي 1 وابيض في التي 2. الكريفيين دوت تينوساينوفيتس هو تينوساينوفيتس في المصلتين اللي على جنب اللي هم مين بقى الفليكسور بولسس بريفس والابدكتور بولسس لونجس الاثنين اللي هنا. فاكر طيب دول مين؟ ايوه الرديالس اكستنسور كارباي رديالس اللونجس والبريفس. طب ما انت كويس والله. طب فاكر دول مين؟ اكستنسو ديجيتورم واكستنسو ديجيتي مينيمي ودوت اكستنسو كارباي الناس. ده انتوا شباب شديد جدا ما شاء الله كويس. طبعا السونار انا اصلي من المشجعين الالترا ساوند بالرغم انا ما بشتغلش بيه لكن الالترا ساوند بتاع مكنه الحلاقه اللي انت شفته الصبح ده يعني خلاص هوريه لك ما تخافيش. نعم ليه كومبارتمنتال كومبارتمنت سيندروم. طب يا جماعه الالترا ساوند احسن وسيله تشخيصيه في العالم بس اللي ماسك البروب بس هي دي. الالترا ساوند رهيب رهيب يعني كفاية انك حطت البتاع على كتفك وماشي بيه كفاية دي يعني انت عاوز ايه تاني يعني. اوريهولك يا منال اللي هو الابتسامد الجديد جبت له انا فيلم وفرجت ان هو عبارة عن حاجة كده عاملة زي مكنة الحلاقة ومش محتاج ولا كهرباء ولا محتاج اي حاجة خالص او تشبكه في الايفون. نزل بس مش في مصر. تفكه في الايفون وتشتغل بيه ثلاث حاجات سونار عادي ودوبلر وايكو قد كده يعني حاجه. الديسس جانجلي ما اكثر الجانجليون سيس حوالين الريست ودوت برضو هنجيب سيرته في السوفت تيشو تيومرز. باقي كلمتين على الالنر نيرف. الالنر نيرف ماشي في كنال لوحده ملهاش دعوه خالص بالكاربال تانل
ماشي في تانل اسمه جويونز كانال، والجويونز كانال واخده جزء من الفريكس الريتيناكيلم وهو معدي تحتها مع الالفر ارثري قريبه يعني وكده. انت لو عاوز تعرف مكان الالمر نيرف، قليل جدا عندي حاله في الارشيف تعتبر معجزه يعني ان الالمر نيرف فيه نيورو فايبرو في الحته دي مثلا. لو عاوز تعرف مكان الالمر نيرف في الام ار في الريست، هو ثلاث اماكن. المكان الاولاني لما تشوف الفليكسور كارباي النارس تبص تحتها هيكون الالمر نيرف والارتري. لما تشوف البيزي فورم بون تبص جنبها هتلاقي الالنر نيرف والارتري، وهي ديت الجويونز كانال. لما تروح عند الهوكو فهاميت تبص تحتها هتلاقي الالنر نيرف والارتري جنب الهوكو فهاميت على طول. فهم دولت الثلاث اماكن اللي انت ممكن تيفاليويت فيهم الالنر نيرف في الريست لو ربما حصل فيه مشكله. طبعا الفريكشرز استفدنا فيها وقلنا الكوليز والسميث والانترا ارتيكولار والاكسترا ارتيكولار والكلام ده كله، وانت عارف كويس قوي في الريست بالذات عشان الرياضه والكلام ده كله ممكن يحصل تروماتيك بون مارو اديما من غير فراكشرز، وديت حاجه معروفه جدا زي كده مثلا اديمتس اسكافويد بون من غير ما يكون في فراكشر لاينز، وكذلك الهاميت ممكن تكون اديمتس اسود في التي 1 وابيض في التي 2، يعني اقصد تروماتيك بون مارو اديما. Dislocation of the distal radio ulnar joint ممكن طبعا انك انت لما تصور وتلاقي علاقه الراديوس بالالنا مش طبيعيه، وان الالنا محذوفه لورا اكتر من الطبيعي والكلام ده، فتعرف ان في subluxation او dislocation of the joint. اتكلمنا طبعا على الفراكشرز اوف السكافويد وقلنا ان هو من اشهر الفراكشرز بتاعت الكاربال بونز، وان هو عرضه لموضوع الافاسكر نيكروزس عشان البلاد سبلاي بيدخل في الديستال بول، وان هو قلنا ازاي بنعرف الافاسكر نيكروزس ان البروكسيمال بول لما بيتقطع عنه البلاد سبلاي بيبقى سكليروتيك، وبتقارن الدنسيتي بتاعته ببقيه العظم اللي حواليه، او في الام ار اي اذا لقيت الفراكشر كده ولقيت العظميه ديت مسوديه في التي 1 مبيضيه في التي 2 معناها ان الديس بون مارو قديمه، لكن السكليروزس واللو سيجنال في الام ار اي هم دول علامه الافاسكولار نيكروز، ان البروكسيمال بول يبقى سكليروتيك ده بسبب البلاد سبلاي اللي بيدخل في الديستال بول، وان هو بون سكليروزس ريلاتيف لبقيه السكافويد والعظم اللي جنبيه، وهنا اسود في التي 1 واسود في التي 2 معناها بون سكليروزس معناها افاسكولار نيكروز. وريت لكم الطريقه ديت بتاعه الفيكسيشن اوف سكافويد فراكشرز. السكافويد هنا هو كلها بون مارو قديمه ما عدا التيب بتاعتها ديت كده، هي الاسود هنا واسود هنا، ففيها جزء من ابتدى يحصل فيه افاسكولار نيكروز. And this is definite avascular necrosis of the proximal bone of the scaphoid bone by CT. وبعض الكتب ايام زمان بقى بالعصر الحجري كانوا بيقولوا في حاجه اسمها ذا نيبل ساين، وده معناها ان السكافويد بدل ما تكون كيرف كده تبقى مدببه كده نتيجه الافاسكولار نيكروز، بس انت شايف ان السكافويد كلها بقت بيضه خالص وحالتها بالبل. نيجي بقى للافاسكولار نيكروزس اوف ذا ليونيت اللي هم بيقولوا عليها كيمبوك ديزيز او ليونيتو ماليشيا. دي بتمر بأربع ستيج. الستيج الأولاني بون مارو قديمة، الإكس راي بتبقى نورمال، البون سكان بيبقى بوزيتيف، الإم آر بيوري أسود في التي 1 أبيض في التي 2. المرحلة الثانية اللي هو سكليروزس بيبان في الإكس راي، لو سيجنال في الإم آر في التي 1 والتي 2 وشوية فلاتنينج في البون مع هيتروجينوس سيجنال في الستير. This is سكليروزس في الإكس راي و some flattening in the MRI. الستيج الثالث انها تتفتفت اللي هو يحصل fragmentation of the scaphoid bone زي كده، اللي هم دول الاسامي بتاعتها كويمبوك او ديونيتو ماليشيا. وستيج 4 اللي هو osteoarthritis of the related joints زي الراديوكاربال والانتركاربال joints. لا كل واحد ليه طريقه. الستيجز مثلا افاسكولار نيكروزس بتاعت الهيب مختلف عن ده، بتاع الانكل مختلف برضه عن ده، كل واحد ليه طريقه تانيه.
طيب بعد كده الجانجليون، كان في جانجليون في الدورسم وديت جانجليون في الفولر اسبكت، and this is not a tenosynovitis. tenosynovitis يعني ميه حوالين التندون، لكن لما تكون على ناحيه واحده بس من التندون معناها ان this is a ganglion cyst. الكاربال كواليجن يعني عظمتين لحموا بعض، مشهور جدا في الانكل ومشهور جدا هنا، والاكثر عظمتين بيلحموا مع بعض هما اليونيت والتراكيترم، وبيبقى منظرهم كده زي ما حضراتكم شايفين، وكتير قوي بيبقى اوفرلوكت في الانتربريتيشن لكن ما هوش ذو حيثيه قوي. وهنا هوت الكابيتيت بعد الترابيزيوم، هما الاثنين شبكوا في بعض اسمه كواليجن. ايه هي فائده الكورونال ايمجز؟ نمره واحد الايفالويشن اوف ذا تراينجلر فايبروكارتش، نمره اثنين انك تشوف الانر فارينس هل البتاع طلع لورا ولا رجع لقدام، نمره ثلاثه انك تشوف السكافول يونيت واللون تراكتر، نمره اربعه انك تشوف الفراكشرز، نمره خمسه انك تشوف الافاسكولار جروزز بتاعت السكافويد واليونيت، نمره سته تشوف انواع الارثروباسي بقى روماتويد بولولولو الحاجات دي. ايه فائده الاكسيال ايمجز؟ ايفالويشن اوف ذا ديستال راديو ارنر جوينت، ايفالويشن اوف ذا كاربال تانل سيندروم and flexor and extensor tendon tenosynovitis وخلافه و ulnar nerve abnormalities، لان ال ulnar nerve بيتشاف في الاكسيال كويس. ال value بتاعت ال sagittal images confirmatory for the triangular fibrocartilage، وهو اصلا معمول عشان خاطر ال tendons بتاعت ال fingers. وانا ان شاء الله قريب يعني ان شاء الله هنزل محاضره ثانيه على ال hand بس لوحدها، يعني بدل الريست هنعمل واحدة تانية على الهاند، بس إن شاء الله بس الوقت يسعفني وأنا